هذا تحرك تاع مواطنين مستقلين مانيش تابعين حتى حزب سياسي، مانيش تابعين حتى جمعية داير، باش نعبروا على موقفنا الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. القانون هذا لازم يتعدى على خاطره يضرب مسار العدالة الانتقالية، ينسف ونسف. هذه منشيرة وقفة احتجاجية قدام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاعتراض على مشروع قانون المصالحة، وكيف كيف لما نقاش ما بين مختلف شرائح من الشباب التونسي الناشط والمهتم بالموضوع والمعترض على مشروع قانون المصالحة، ونطالبوا الاتحاد أن يكون عنده موقف واضح وجريء بالنسبة لموضوع مشروع قانون المصالحة. أبناء الشعب في السجون، أموال الشعب في القصور، أبناء الشعب في السجون، أموال الشعب في القصور، أبناء الشعب في السجون، أموال الشعب في القصور، أبناء الشعب في السجون. السياسيين ما همش أحرار، صحيح انتخبهم الشعب ونحن نحترم ذلك، ولكن ما همش أحرار باش يقلوا باش يقروا مستقبل الشعب وباش يقروا مصير استحقاقات ثورة زكية بركلة العالم الكل بهكذا انتهازية، بهكذا سذاجة، وبهكذا كذلك وصولية. نحن لهنا ثابتون، أعتقد بأنه خضنا المعارك الكل، معارك الصالونات التي لم تجدي نفعا، معارك الإعلام التي لم تجدي نفعا كذلك، ناهيك أن الإعلام بات وقود وحطب معركتهم هما، ما قعدت لنا كمعركة الشارع. أعتقد بأن أبناء هذا الشارع، ينعم بسيدي، سميونا أولاد شارع ونفتخر بذلك ونشرف بذلك، ولن نبارح هذا الشارع إلا حتى تعدل بوصلة هذه الثورة، حتى تعدل بوصلة هذه النخبة التي خذلتنا مرات ومرات، ولن نخذلها، لن نخذلها، ولن نبارح هذا الشارع إلا حتى يسحب هذا المشروع، ولكن كذلك غيره من المشاريع التي تكن العداء الشديد لشهداء الثورة، لجرحى الثورة، لضحايا الثورة، لضحايا الاستبداد، لضحايا الفساد.
المثال الثاني تعرفوا اكيد جدا، مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والعسكريين، هذا كذلك فضيحة. هو اليوم في رفوف مجلس نواب الشعب، وإذا كان سمحنا لرواحنا باش نعديه هكذا فضيحة وهكذا قانون جريمة، راهو ما تخموش برشا، راهو باش يعديه القانون الثاني وباش يعديه آلاف القوانين التي تغتصب روح الثور والتي تغتصب مقدرة الشعب وأحلام هذا الشعب.